أنا جاي وجايب وصفة، جهزوا لي كنكة ومصفة. أصل الوصفة تصبح أصفة لو أحسبها قبل ما أنام. حد يقول لي طبخين إيه؟ ومين بسلامته سعادة البيت؟ أنا ساكن هنا وحداني، نفسي في طاجن وصواني. وسع يا ابني أنت وهو، جالكبروا في سير الطبخات. إحنا رجالة العمارة، كل شوية بنعمل بارة. هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لإدارة. انا زهقت يا ثروت، زهقت خلاص. دكتور ناجح بقى متمرمط، كل ما احتاج حاجه اطلع فوق السطوح اعمل حاجه لازم اطلع فوق السطوح. وبعدين الشقه بقت ضيقه عليا، يعني هعيش فيها ولا اكشف على المرضى ولا احس باللي بقوله لك يا ثروت؟ دكتور ناجح، يا دكتور ناجح مفيش داعي تمشي وتسيبنا، احنا خلاص خدنا عليك وعلى غلاستك. وبعدين يعني لما انت تمشي مين عيضايقنا ويجيبنا الضغط والسكر والشاي والغدا والحاجات دي الوحشه اللي انت بتجيبها دي؟ ثروت اقعد معانا احسن لك. ثروت يا حبيبي انت فرد امن جاهل، ما تفهمش اللي انا بقوله. انا زهقت يا ثروت خلاص، الحياه بقت غريبه. طب ما انا اشوف حاجات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور ناجح مالك؟ لا مفيش حاجه يا كرم. استنى بس انا بفكر. عايز غور من هنا. لا يا دكتور ناجح خلاص يا كرم اصلا. ليه ليه ليه؟ لا لا طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. ما تحاولش تقنعني لان انا خلاص انا فاض بيا ومليت. ايه فاض بيا ومليت؟ أه. وكليت خلاص زهقت. طب ليه حضرتك كم عيان بيجي لي في اليوم ده؟ ما يعني ما شاء الله. ما شاء الله ربنا. طب شقتك قد ايه؟ تعرف كرسي الكشف ذات نفسه؟ بعد اذنك يا ثروت انت ما تتدخلش في الموضوع، احنا اتنين مهندس ودكتور بيتكلموا في حاجه فنيه معماليه مالكش دعوه. بيزعل. لا ما تزعلش، انت فرد امن جاهل امور. كرسي الكشف ذات نفسه قد ايه؟ كبير جدا. ما دكتور ماشي، ما هو ان شاء الله ربنا يكرمك ويفتحها عليك، هتلاقي الدنيا توسعت يعني ستيب باي ستيب كده. الحمد لله رب العالمين، ربنا فتحها عليا. انا اشوف شقه في حته كويسه، في مطبخ في الشقه، احتاج اي حاجه تخصني الاقيها. يا دكتور ماشي، لما هو لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرزقك ابقى اعمل كده، انما انت يعني خلاص الحمد لله فجاه نقمت على العيشه كده. ما نقمتش، ربنا رازقني الحمد لله. اعوذ بالله. انا انقم ازاي؟ لا 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 بس دي خلاص بقيت خلص. مخنوق. انت صح. انا صح. لا لا لو صح. مشي من هنا يعني هتحطم. ليه؟ هحس ان في حاجه كبيره ناقصاني. ما هنمشيها. ههزق مين يعني كل يوم الصبح؟ ايه تهزق مين؟ أيوة. هو انت عشان بتهزق كرم من وراه تقول بتهزقني؟ ايه ده؟ تخيل. ايه ده بجد؟ تخيل يا ثروه. عارف بيقول عليك ايه؟ هو بقى تميمه عندي. ايه تميمه؟ لازم اهزقه كل يوم، ما اقدرش استريح لما. لا ثانيه واحده بقى، انت تهزقني؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول عليا من بيقول عليك تميمه. يعني ايه؟ ما اعرفش ايه تميمه دي. ايه تميمه دي؟ تميمة انت قلت ايه؟ انا احيانا بتخرج مني حاجات ما بقاش داري بيها. ولا احنا داريين بيها والله. يعني هو بيقول ان حضرتك طبعا صاحب عماره مالكش لازمه. ما يعني ايه هو قال؟ تمام لنا كلام بعدين. بس على المهم ماشي يا دكتور، حضرتك هتوحشنا جدا. لا لا ايه يمشيش. استنى بس ما اشوف بيقول كلام. هو ايه بس عايز ايه؟ الاستاذ مراد اللي كان ساكن في الشقه قبل ما ناجح ماله راجع تاني ان شاء الله هيسكن فيها. طب مراد كلمني قال لي انا هو كلمني قال لي انا جاي لك النهارده. استنى يا ده بيخبط بيبوظ الشقه. مش مهم، انا ما اسيبش الشقه. لا اسيبها له. كل حاجه وحشتني عم ثروت بقى. وحشتني يا عم ثروت، وحشتني طيب. يا ريحه عم كرم. ازيك يا مراد؟ يا ازيك يا كرم، اخبارك ايه؟ كل حاجه وحشت، السطوح وحشتني، الترابيزات وحشتني، العماره وحشتني. ايه ده؟ مين ده؟ ده مش دكتور. مهم مش مهم. كل حاجه وحشتني يا كرم، كل حاجه. ارضيه السطوح وحشتني، ده انا عايز انزل. لا 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 كرم بعد اذنك. عايز انزل انام. كل حاجه من فضلك من فضلك بعد اذنك. كرم مش كرم مهم. مش كرم مش كرم مش تعالى تعالى ثانية واحدة. انا حاجز لسبعين مريض لسه هكشف عليهم. لا حضرتك هتمشي بقى؟ لا ما احتمال ما سيبش الشقة. لا 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 اسمع اكبر. احنا في خدمة المواطنين دلوقتي، في خدمة مرضى المواطنين لازم ما سيبش الشقة. ده بيوسخ الحيطان. مش انت قلت بتلاقي جزم معلمة في السقف؟ يا سيدي ما ربنا يسامحه اكيد يعني، بس راجل راجل محترم. اصل المطبخ هيوحشني انا اقصد دلوقتي. لا ما اصل المرضى، انا في خدمة المرضى. خدمة المرضى هو مجانا. ايه ده كرم بتتكلم مع مين ده؟ ده الدكتور. مش مهم مش مهم. ايه ما انت بتسأل ليه؟ طيب كل حاجه وحشتني. ريحه المكان فعليا ريحه المكان. يا كرم يا كرم ده انتوا، انا من يوم ما مشيت من العماره هنا
انا كنت ساكن في شقه. مين اللي ساكن مع مكاني؟ ده الدكتور مش مهم. مش مهم. في ايه امال بتسال ليه؟ ساكن مكانه ساكن مكانه 70 100 جنيه زياده في الايجار. اها ماله 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 ازاي كده؟ الدنيا هتسكن معانا تاني راجع الشقه تاني. انا نفسي نفسي. امال ايه؟ امال ايه؟ نفسي. مين اللي قاعد مكانها؟ مين قاعد ده الدكتور ناجح؟ مش مهم. انا عايز اقول لك مين ده. الدكتور ناجح اللي قاعد مكانك. الدكتور ناجح اللي قاعد مكاني. اه انا وحشتني الشقه قوي. اتطرقوا. هترجع تاني ان شاء الله؟ اه ما اتطرقوا. 150 جنيه زياده في الايجار. مش هترجع تاني ان شاء الله للشقه؟ خلاص خلاص بقى، ما انا قررت خلاص وسكنت في حته تانية بقى وعملت. ايه ده؟ امال حضرتك سكنت؟ اه انا جاي، انا محتاج اسيب الشقه ضروري. دلوقتي انت يا دكتور ايه في مالك بالظبط؟ 70 مريض حاجزين. خلاص خلاص خلاص. امال انت جاي ليه؟ انا وحشتوني فقلت اجي افطر معاكم. انت جاي زياره؟ ايوه قلت اجي افطر معاكم، هنا وحشني افطر معاكم. ماشي يا دكتور. الاستاذ هيفطر معانا؟ هيفطر معانا. انا تشرفت جدا بحضرتك. مين ده يا كرم؟ ده الدكتور ناجح. مش مهم. في ايه يا انا اقول لك على حاجه بقى دكتور لوجه الله كده. قول لي اوعى تربط سعادتك لا بفلوس ولا بشقق ولا بشهره ولا باشخاص. اربط سعادتك دايما بمين؟ بربنا. والسعاده يعني الرضا. ايوه كثره تغلب الشجاعه. مالكش دعوه بيه. رمضان مبارك. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج للدارة محتاج للدارة. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخ العمارة. النهاردة هنعمل الاسكالوب بانيه الفراخ، وهنعمله بطريقتين، طريقة كريسبي وطريقة العادية بتاعت ستات البيوت اللي احنا كلنا بنحبها. طيب المكونات بتاعتنا عندنا دقيق، عندنا بقسماط ناعم او مطحون، عندنا شطه والبانيه بتاعنا، عندنا بصلايه مفرومه، عندنا فلفل اسمر، وعندنا بيض، وعندنا بوله فيها ميه بتلج. دي هنستخدمها، هنعرف هنستخدمها في ايه دلوقتي، وهنعمل معاها مايونيز. تمام، من البدايه خالص لحد ما نطلع احلى طبق مايونيز. نبدا كده، هنقلب البيض. احنا انا وعم ثروت زعلانين منك. ليه؟ عشان دخلت في الموضوع على طول ومسلمتش علينا. عامل ايه يا دكتور؟ عامل ايه يا دكتور؟ احنا كويسين عم ثروت، نور. زعلان مني بجد؟ هصالحك بعد الحلقه. هنتصالح. الميه بالتلج هتعمل بيها ايه؟ هوريك. يداوي بيها الجروح، معروفه. طيب حطينا فلفل اسود على البيض وضربناه كويس. هنحط ملح. شطه. شنطه برضو. ونقلب. كمية الشطة زي ما احنا حابين، عايزينه سبايسي هنزود الشطة في البيض، عايزينه عادي خلاص مش هنحط كتير. تمام كده، نخلي البيض على جنب. هنا هنعمل التتبيلة بتاعت البانيه. هننزل بالبصلة المفرومة، مفرومة في الخلاط معاها شوية مية بحيث ان هي تبقى عاملة زي يعني معصورة قوي. هيا فيها مية معايا. فلفل اسود. فلفل اسود. طيب ده ايه؟ ده توم باودر. توم باودر. شفت انا ما رضيتش اقول لك عشان بختبرك. نعم كلمه شريف. الميه بالثلج هتعمل ايه؟ هيداوي بيها الجروح. نتبل بس الفراخ او البانيه بتاعنا وهقول لك هنعمل ايه. اوعى تقول هتصدم بيها اللحوم. ملح. هوريك. يبقى هتصدم بيها اللحوم مفاجاه. بعد كده كركم الكريسبي، معلقه خل، وممكن نضيف ليمون او لا، بس انا هضيف سنه بسيطه ليمون عشان لو في اي زفاره. تمام، وهنقلب. التتبيله دي الاساسيه لتتبيله البانيه. عايزين نضيف اي مكون مفيش اي مشكله. طبعا الاضافات اللي بتاعت البيت بتاعت ستات البيوت طبعا بتبقى حلوه. ايه يا دكتور؟ اصل الاضافات في البيوت تبقى حلوه، بس بيحطوا البصل ما بيبقاش مفروم، بيبقى في ناس بتعملوا قطع كده عشان بيحبوه يخش في التتبيله مع ما اسمه ايه ده. طيب هقول لك على حاجه يا دكتور. بصمات. لما نفرم البصلايه كده هي نزلت ميتها. انا محتاج في التتبيله ميه البصل. انا ممكن ارمي البصل، انا مش عايز البصل. فهم. انا عايز ميه البصل. شربها. تمام. شرب. ما ينفعش نتبل البانيه بتاعنا ببصل بودر، لا لازم بصلايه فريش، لان طعم الخضار الفريش في التتبيله حاجة تانية خالص غير الحاجات البودر. شيف اتفضل. المية اللي بالتلج هنعمل بيها ايه؟ هوريك دلوقتي. هننزل بالبانيه. انا هوريك كل حاجة انت عايزها. تمام؟ مفروض البانيه يتسف في التتبيلة ليلة كاملة. بس ليلة. طبعا عشان وقت الحلقة
تمام؟ احنا هنتبله وهنعمله دلوقتي. واحنا بنتبل هنحط طاسة على النار تسخن، بس مش هنعلي النار عليها بحيث ان هي ما تسخنش قوي، واول ما ننزل البانيه يتحرق. وانا بعمل البانيه بجيب قطعه الفراخ واغزها بالشوكه علشان تتخرم الخروم، تخلي اللحم يشرب اكتر من التانية. احنا قلنا ايه يا دكتور؟ المفروض البانيه يتساب ليله كامله. ليله كامله تسيب فيها البانيه هتاكل احلى بانيه. طب مش هنعرف نسيبها ليله كامله، ساعتين ثلاثه التتبيله هتخش، لان انت مفيش جلد. تفهمني؟ فكده كده التتبيله هتخش في الانسجه واللحوم الياف والخل اللي احنا حطيناه بيدوب شويه الانسجه، بيساعد بالزبط. ان الفراخ القطع اللحميه اللي فيها دي بتمتص السوائل الموجوده. طيب يبقى احنا محتاجين الشوكه في حاجه. انا بستعملها كده. ما تستعملهاش تاني بقى. اوكي اتفقنا. لازم تغير. اتفقنا يا سيدي. طب ممكن تضرب ده كده كويس. اوكي. طيب اول طريقه هنعملها الكريسبي، بس الاول هنتبل الدقيق بتاعنا. معلقه هنتبله بايه؟ بايه؟ كركم. الكركم بيخلي اللون بتاعنا ذهبي. اللون بتاعنا ذهبي. لوننا إيه؟ احنا مش هرد عليك يا دكتور، انا بقى صايم. نركز في الاكل بقى. وبصل باودر، توم باودر، وهنا شطه بسيط خالص لان الدكتور ما بيحبش الشطه في الاكل. يعني اللي بيحب الشطه يزود شطه. طبعا. وفلفل اسود وملح. وملح. حلو كده يا دكتور. وهنقلب المكونات دي مع بعض اهو. مع تكرار الطبخ ايد الواحد بتبقى ميزان في ال بيحس بالمقادير. بس المقادير بتبقى معلقه من كل حاجه، نص معلقه على حسب كميه الدقيق اللي احنا بنعملها وحسب البانيه طبعا اللي احنا هنعمله. يعني هي دي الكريسبي. اوريك الكريسبي بقى هيتعمل ازاي. طب ميه. ناس كتير قوي بتاكل الفراخ المقليه او السندوتشات البانيه بره وبتبقى حلوه قوي ان هي كريسبي ومبسوطين، وما بيعرفوش يعملوها في البيت او ما بيعرفوش يظبطوها بالظبط. انا هوريكم ليه. عشان بيصدموها بالميه اللي بتلج. تمام. عارف لما تيجي تعمل مخللات تعمل تجهز ميه بتلج كتير وميه مغليه كتير، تحط المخللات مثلا، مش كل المخللات زي الليمون مثلا بس مش المعصفر، تحط الليمون مره واحده في الميه السخنه وتروح شايله حاطه في الميه المتلج مره واحده. طيب بص بقى معايا يا عم صرفت، نمشي كده واحده واحده الخطوات بتاعتنا. طيب هنمسك البانيه بتاعنا. ننزل منه اي بصل يا دكتور؟ ايوه طبعا معروفه، عشان انت بتحط بصل كبير وده ما ينفعش. مش انا قلت في بعض الناس. بعض الناس انا افتكرتك انت. لا انا ما باكلش البانيه اصلا. اول طبقه هنكبسها كده اهي تمام. بعد كده هننفض منها الدقيق كويس، ونبقى محضرين البوله اللي قلنا عليها، البوله اللي فيها الميه وتلج. ركز. هننزل يا ثروت ونطلع. واو خدت وقت. لا نازله ونطلع على طول ناخدها على ونروح. لا اوكي نروح حاطين هنا تاني. ركز. ده كريسبي تمام. ده كريسبي. ايوه اهو كل الجوانب بتاعتها، ونروح منفضينها كده يا عم ثروت اهو. ونروح الزيت، بس الزيت سخن. فين اللي مش هتحط ال ولا لسه شويه. اوكي تمام هنخليها على جنب. ونعمل الثانيه المضروب. هوريك هنعمل ايه. مستعجل ليه يا دكتور النهارده؟ انا ابدا، حاسس ان فاضل حاجتين في حياتي عايز اخلصهم. يا ترى هما ايه؟ مش عارف. حاجتين في حياتي. مش في حياتي، هي في حياتنا. طب نركز في الثانيه. طيب هنحط دقيق. أيوة. وبرضو نفس الخطوات اللي عملناها نصدمها. هنعملها بس نكبس كده الدقيق. عايز حاجه من تحت يا ثروت؟ انت نازل رايح فين؟ ابص بس بس بصيت. هننزل في التلج ونروح مطلعينها تاني. كرم كان مخبي، مش جبنا برتقان احنا امبارح؟ خباه فين؟ عايزين نعمل عصير. عايز تعمل عصير بجد؟ لا بجد. طبعا عشان الفطار. عشان الفطار. بس مش عايز اشغلك. لا لا انا هدوق اعمل لك عصير يا دكتور. لا لا يا حبيبي. طيب نبص على شكلها كده، شايفين التجاعيد اللي فيها دي؟ هي دي اللي بتديها القرمشه. كبرت في السن. معلش معلش الدكتور موجود وهيعالج لو كبرت في السن زي ما بيقول. تمام هننفضها كويس قوي من الدقيق بحيث ان احنا ما ننزل في الزيت الدقيق بتاعنا ما يتحرقش. طيب هننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت لسه ما سخنش. هيسخن على طول لان انا قلت مش عايزه سخن قوي. ليه؟ عشان تبقى كريسبي. لا مش هتبقى ايه؟ عشان ما تتحرقش من بره وما تستويش من جوه. بس انا عندي سؤال يا شيف. تمام بس اهو طالما في بقلاله في الزيت تعرف ان هو سخن. اسمع يا شيف عندي سؤال. اتفضل يا عم ثروت. الميه اللي بالثلج هنعمل بيها ايه؟ دي بتديها طبقه يا عم ثروت، بتخلي الطبقه الثانيه تمسك عليها وبتخليها تعمل التجاعيد اللي فيها دي. تمام يا عم ثروت.
طب عقبال ما البانيه بتاعنا يحمر هنروح لمستر كلاوي ونرجع تاني. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل غارة، هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لإدارة، محتاج لإدارة. ايه ده؟ انتوا هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفين انا بعمل ايه؟ ها؟ حد يقول؟ ايه؟ مش عارفين؟ البانيه. طبعا انتوا فاكرين ان انا هقول لكم سبب تسميه البانيه بالاسم ده، ها؟ بس انا مش هعمل كده، وهستنى المره دي اسمعها منكم انتوا اللي تقولوها وتشغلوا دماغكم. ليه البانيه اتسمى بالاسم ده؟ ممكن جدا اساعدكم، لكن مش هقول المعلومه كامله. البانيه اسمه الحقيقي اسكالوب بانيه. يا ترى ليه البانيه اسمه اسكالوب بانيه؟ ها؟ لانه بيتعمل من الفراخ الفيليه. طب ليه؟ ليه البانيه؟ البانيه بيتاكل معاه خضار سوتيه. طب ليه؟ سمعته مره ام قلنا ليه وقلنا بانيه حاجه بحرف الايه. اي ايه؟ ايوه هو ده، حرف جديد. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. انا هسيبكم عشان تفكروا ليه البانيه اتسمى بانيه. لغز صعبيه، تفكروا فيه لحد ما ارجع لكي الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل غارة، هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لإدارة، محتاج لإدارة. رجعنا من الفاصل، خلاص هنطلع البانيه. طبعا سمعتوا كلاوي قال ايه؟ دكتور. نعم يا حبيبي. سمعتوا كلاوي قال ايه؟ سمعنا. قال ايه؟ قال فراخ بانيه. قال اللي ما ينفعش يتقال. طب احنا هنصفي كويس كده، ومجهزين طبق فيه مناديل بحيث ان هو يشرب اي الزيت. يشرب الزيت. طيب ما تيجي يا دكتور اوريك بقى الطريقه الثانيه. حاضر. خليهم على جنب كده، اصل انا مفصلات رجلي خلاص استهلكت. لازم يا دكتور. يلا تيجي. كله في سبيل المجد معروفه يعني. يلا يلا يا دكتور. ايوه قرب طبق البيض، هنوطي بس الزيت شويه نبعده كده. ماشي ايوه. اها اقرب ولا لا؟ لا زي ما انت، بس نشيل بس ده المعتاد في البيوت بقى اللي حضرتك هتعمله دلوقتي. ايوه ده المعتاد، بس هوريك بقى هنعمل ايه. تمام. ما تخافش يا دكتور. لا اخاف اخاف، ده بس عشان ايه كده. شايف انا شايف. ما المشكله ان انا شايف يا شيف حسام. طيب بص بقى هنعمل ايه يا دكتور. قول لي. تخلي بس البانيه ده عندك. ماشي. انا عرفت انا سبت لك ده ليه كده شويه يتبل، عشان انت هتاكل من ده. ما اني انا ما بحبش البانيه بجد خالص. طب يعني ايه؟ بحس ان هو مضحوك عليا يعني. جعان اه يلا مكرونه وبانيه. لا رز وبانيه. ايه ده بتستسهلونا يعني؟ لا مش لا فاهم الكلام ده، هناك مش هنا. لا برضه هو عند الكل استسهال، حتى اللي داخل اي مكان عشان ياكل مش لاقي حاجه ياكل يقول له اديني مكرونه وبانيه. طيب احنا كده هنشيل الشوكه خلاص. بقول لك يا شيف. نعم. والميه اللي فيها تلج هنعمل بيها ايه؟ هي راحت فين؟ اتخدتها؟ شلناها يا حبيبي. خلاص فيه. خلاص شلناها انا خلاص. التلج ساح، راح مطرح ما راح. و طيب هنحط ملح. حقيقة ده اسمه فلفل اسود يعني. والملح ما لسه هقول اهو. شيف حسام. وشطه. معلقه ونقلب. معلقه ونقلب بسرعه بسرعه. معلقه ونقلب. ما عندكش ده؟ اهو هقلب بدي. يلا اهو خلي بالك برضو. انا سكينه. اوه تعرف عني كده. الله عليك. بص اصل انا متعود بيتصرف. لا ما انا كدكتور اسنان بتعامل بالسكاكين في اسنان المرضى. عشان كده. طيب حلو كده حلو كده. بص اهو سيرك فيا. شوف 100 100 خلاص ده افضل من المعلقه يا جماعه. شكرا يا دكتور. يلا شكرا. يلا طيب هنمسك البانيه بتاعنا، هينزل في الدقيق اهون. تمام. الخطوه دي مهمه برضو، هتعمل طبقه حلوه قوي للبانيه بتاعنا. بعد كده هتنزل في البيض من ناحيتين. تاخد ده كده تخرج. نجيب ده كده. تمام معايا يا عم سيد؟ معاك. معايا سيد ثروت. بعد كده هننزل في البقسماط. و
وانا كل ما اقول له يا سيد ثروت تقول له يا عم سيد. اسمه السيد ثروت احتراما انا اتعودت بقى انت بص بتلخبطني. معلش احنا اسفين يا سيد. معلش يا عم ثروت ما تتضايقش مني، بس انا بهزر معاك زي ما هو بيهزر معاك الدكتور. عادي ولا زعلان؟ مش قابل هزارك. مني انا؟ من اي احد. طيب بعد كده هنحط الطاسة على النار. اوه احذر احذر وننزل احذر واحدة واحدة تمام. نعمل التانية. تعرف ان الذال من الحروف اللثوية يعني تقول ذال ذال. احذر نعم قول ذ ذ ذال ذال. طيب ذال والذ وايه. تعالى هتعمل انت دي. البس جلوفز. يلا مين؟ يا دكتور يلا يا دكتور عشان لسه في مايونيز. مش حامل مش حامل. مش انت اللي طالب المايونيز؟ انا مين انا؟ طيب هننزل كده اهو في البيض يا سيد ثروت. تعرف الحروف اللثوية؟ أيوه. الثاء والظاء والذال. أيوه. الثلاثة دول. أوريك بقى الفرق بين اللون ده واللون ده. شايف اللون ده ذهبي إزاي؟ ده هيبقى غامق سنة بسيطة. بيفكرني بالبطاطس المسلوقة المعمول لها تتبيلة واتقلت. صح الكلام؟ قريبة منها. بس قريبة منها. كريسبي بقى. أنا هوريك لما نعمل الطبق هوريك بقى هي كريسبي إزاي. هنشوف هنشوف. تمام؟ حلو كده نحط التالتة. انا اعرف حد قال لي مره هعمل لك فراخ كريسبي وفضل حاططها في حله وكبسها في 20 كيلو زيت. حلو ده. ما هو ده الصح. ما حلو. وخرج حته الفرخه كبيره كده ما شاء الله. تيجي تقسمها تلاقي العجين كله طلع في ايدك وحته فرخه. ده عجين كتير قوي. ده مين اللي عمل الكلام ده؟ معلش معلش اكيد هيسمعنا في يوم من الايام وهي يلا الله يسامح اللي ضحك عليه وقال له. يعني انت فاهم الموضوع؟ حد قال له على الوصفه؟ اكيد. طب ممكن أكيد. تيجي تعلي النار شويه. احنا ليه وطينا النار؟ بحس ان احنا لا. ايوه دي دي. ايوه يا دكتور. بس ممكن اضرب جامد اخلي النار تفرقع في عم ثروت. لا عم ثروت عشان نايم. ده عم ثروت الدنيا بحالها. طيب احنا وطينا النار لان البقسماط بيحمر بسرعه من بره مش زي الدقيق. عشان كده وطينا النار وننزل بالثالثه. نعمل المايونيز بقى بسرعه كده عشان وقت حلقتنا ضروري. سريع يلا. ممكن بقى تشيل الحاجات دي ورا كده. من عينيا. طيب. يلا في الخلاط. يرحمكم الله يا حبيبي. جارنا بياتس لو سمحتوا بعيد يا ناس. ده برد ولا ايه؟ معرفش. ربنا يستر. طيب هنحط بيضه. دول الاسطح القريبه لبعضها ده صعب جدا عندنا. حطينا بيضه وهنحط خمس مكعبات او خمس مثلثات جبنه نستون. عايز حاجه انزل بيها. ايه ده؟ هي المايونيز بيتعمل بالجبنه النستون؟ ايوه. اسمها نستون ولا نستو؟ نستو 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 نستو. جبنه نستو. تمام معايا؟ معايا. طيب هنشغل. حلو كده. حلو كده. نفتح من فوق. حطيت ايه؟ حطيت ايه؟ حطيت ايه؟ ايه اللي صفرها كده؟ ما تخافش. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور بتخضني ليه؟ ايه دي؟ طيب هنحط مين عدها؟ ايه ده؟ يلا شيلها حطها هنا. هنحط معلقه مستارده كبيره ونقفل ونشغل. محتاجين نقلب البانيه في زيت. قلب قلب يشيل. ده بيترتش. ابعد عنه. بيترتش. ابعد عنه. لا خلاص كده. عظام. بعد كده كوبايه زيت واحده واحده هننزل على الخليط ده. طبعا هنحط شويه ملح. ليه طبعا؟ شويه ملح. انت قلت وطبعا لازم. بعد كده هننزل بالزيت. ليه وطبعا؟ بتضحك اكيد اكيد مش عارف ليه طبعا صح. واحده واحده. طيب هننزل واحده واحده في الزيت بس نطلع فاصل صغير دقيقه وهنرجع تاني. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل جارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة. رجعنا من الفاصل. طلعنا البانيه اللي معمول بالبقسماط ده الشكل اهو النهائي. وعملنا المايونيز خلاص غرفناه. شايفين السمك بتاعه اهون.
طعم ما قلتليش برضه بنضيف عليه الملح ليه يا شيف حسين؟ هتاكل حاجه دلع يا دكتور؟ لا صح يا دكتور. لا صح هزعل. لا ما انا موافق. طيب. يلا انا عايز اوريك حاجه ما تيجي. تعال يا عم ثروت ونوري المشاهدين. قوم يا سيد ثروت تعال. انا عايز بص ايه ده، هو الزيت ده طلع لوحده؟ اه شايف بص دي كريسبي ازاي؟ خدت بالي. دي لو اتحطت في ساندوتش تبقى تحفه. ما شاء الله. خلاص كده وصلنا. انا عندي سؤال. قول. الميه ام تلج بنعمل بيها؟ هي الميه ام تلج راحت فين؟ خدتها؟ خلاص نقفل. طيب. نقفل بقى. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بنشكر عم ثروت والدكتور على المساعده اللي هم عملوها النهارده وعلى السؤال اللي هو كل شويه يساله ده عشان اتعبت منه. هشوفكم في حلقه تانية مع اكله جديده. احنا رجاله العماره كل شويه بنعمل غاره، هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لاداره، محتاج لاداره.